تاخذني وتجيبني حبيبي يا عمري. بايش حاسس روحي؟ بايش حاسس؟ الحمد لله، نشكر الله. ايه والله الحمد لله، ومئة ألف الحمد لله. الحمد لله لرب العزة والجلال المتربي على عرشه. يا ربي ايش في هذا الكائن المتهالك الضعيف المدمر أمام قوتك وجبروتك؟ أزل عنه الضر والضرر والأذى يا رب، إنه عاجز أمام قدرتك، حقير أمام عظمتك، إنك السميع المجيب. ولي علي عليك، ولي علي عليك يا نظري. شباب أنا عمكم غنوم النعوم، صاحبه من الروح للروح لأبوكم. انتوا ما بتشوفوني كتير، لا انتوا لا ابوكم، بس عذري دائما وربي يشهد علي اني بسافر كتير ببلاد الله الواسعة. ويا من تراني عم غير بلاد، عم غير عباد، وعم لاقيت رزقي من هون وهون وهنيك. يوم برومانيا، يوم ببولونيا، يوم بروسيا، يوم بالحبشة، وهكذا دواليك. العمر بده يمضى حبيبي، بده يمضى، شو لك هيك؟ طمنوني، شو صاير مع ابوكم؟ احكوا لي ولا تبخلوا عني بالمعلومات، انا مثل اخوكم. شكرا عمي، شكرا، ما في داعي، اليوم بدنا نطلعوا على البيت ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شو طلعوا على البيت؟ لا تطيروا لي عقلي حاكم، انا مالي لقيان، ها لازم يقعد بالمستشفى كم يوم تانيات. ما لكم شايفين وشه شلون مصفر وعيونه غايرة ولي على قلبي؟ لا الدكتور قال خلص منيح الحمد لله، منيح أموره، لازم نطلعه، ما عاد في مشكلة. يا ابني أنا حابب أرجع لمزرعتي ولبيتي، دقت خلاقي من التسطيحة. ولي على قلبي علي، ولي علي إلهي، اشتقت لمزرعتك مو هيك؟ ليش في أحلى من مزرعتك؟ وهوى مزرعتك، وتراب مزرعتك، وفر مزرعتك، وشجر مزرعتك. قسما بالله يا أبو حامد القعدة فيها بترد الروح، تتهنى فيها شو حلوة. على كل حال قبل ما أنسى، أبو حامد أنا جبت لك معي مسبحة أنت وصيتني عليها من الباكستان. شوف شوف حبيب عمري، شوف مسبحة يسر، شوف شلون ملبسها بفضة، تحفة فريدة. شو هالحكي؟ خذ حبيبي خذ، امسكها بإيدك وسبح فيها ربك حتى يشفيك بسرعة. شكرا، يسلموا دياتك. أخي محمود، أنا دفعت فاتورة المستشفى طلعت 39 ألف. الله يكثر خيرك ويعوض عليك بأكثر يا رب. تسلم لي يا رب. بس أنت ما بترضاها ما هيك أخي محمود؟ شو هي اللي ما برضاها؟ يعني عدم مؤاخذة إني أدفع الفاتورة 39 ألف ورقة كلها لحالي، يعني بركي بكون نص بالنص. طيب خلص هلا بس نروح على البيت نتفاهم. لا أخي لا، إن باتت ماتت، وأنا بحب دق الحديد وهو حامي. الله يرضى عليك، الحق حق، أعطينا نص الفاتورة. الله يرضى عليك. شكرا حمد أفندي. الله يخلي. بس المرة الماضية وقت إجا الدكتور جبنا الدواء أنا اللي دفعت، متذكر؟ إيه والله مزبوط، الله لا يعطي الشيطان عافية. وقتها دفعت 2000 ورقة. خلص بعطيك 1000، خصمهم من اللي بدك تعطيني اياهم يعني أنت. طيب خلص خلص هلا خلص، مو وقتها، ما حلو أبوك يسمعنا مناقشة القصة هي. مظبوط علي، إذا قلنا 39 ألف بيبقى 15 وفي 9 بيروح 1000. شو ما تسوي هون؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك، ليش فايت لهون؟ شلون ليش فايت لهون؟ هذا قبر جدي رحمون طيب الله سراه، شو صاير ما سمعت فيه أنت؟ سمعت ولا ما سمعت؟ معناتها أنت مالك من المنطقة. ها شلون ماني من المنطقة؟ أنا من هون خلقان هون.
معناتها ما سمعت بقصة جدي رحمون لما طلعوا عليه المشلحين وخلصوا بضاعته ومات هون بأرضه من قهره. ها ليش وشو كان يشتغل جدك؟ مثل حكايتي، بيع شرة من بلد لبلد. دخلك بدي أسألك، شو أخبار العم أبو حامد؟ والله حالته صعبة وتعبان كثير، يعني مصابي حماسي المسكين. يي شو عم تحكي أنت؟ أصبح لازم شق عليه، ما في مجال. دخلك شو أخبار أولاده حامد ومحمود؟ والله مو كثير بيحكوا مع بعضين، فينا شوفي بيناتين. يي الله يصلحون، ليش هيك عم يعملوا؟ ما لهم حق أبدا، فعلا زعلتني. مسيك مسيك حلي درسك مسيك. هذا هو جدي رحمون. أبوك حالته تعبانة كتير. شو الحكي؟ والأدوية اللي عم نعطيها ما عم تجيب نتيجة أبدا، مع أنه صرت مغير له الدواء أكثر من مرة، وعم بعطيه من العيار الثقيل المسموح فيه طبيا. بس للأسف ما في تحسن. طيب دكتور في رأيك خليني أنا ناخذه على المستشفى؟ لو نقلنا ما رح نستفيد شيء، لذلك توكلوا على الله وكلنا بالنهاية تحت ألطافه. يلا السلام عليكم. الله معك دكتور. أخي روح حاسبه، أنا حاسبته المرة الماضية. ماشي شكرا دكتور. مداوية. شلون شاعر بحالك يا عمري؟ ولي سخن كتير، ولي على قامتي عليه أنا، ولي على قامتي. ليش وشك أصفر وسالت؟ سالت وشه كتير كأنه مو أبو حامد اللي بعرفه. الحمد لله الحمد لله، هذا نصيبي وهي اسمتي. خير إن شاء الله، إذا بدكن أي مساعدة حامد أنا بساعدكم. الله يخليك تسلم. شو بدك تعطي دواء؟ والله العظيم والله العظيم ما حدا بيعطيه غيري. قوم انت الله يرضى عليك جيب لي كاسه مي بارده تكون منتلجه لانه حلقي طاجش. تكرم عينك. قوم امام الله يرضى عليك ويحن عليك يا رب. ايه اخي حامد، امتى بده يحن قلبك على غنوم وتبيعني شقفه الارض اللي فيها قبر جدي؟ طيب نصة ربعة عشرة؟ أبدا، ولا حتى شبر واحد. طيب أجرني يا أجرة. مستحيل. طيب ما بغصبك، تفضل حبيب عمري. فتحت أمك لشوف. يلا أيوة اشرب هالمي. صحة. كتر خير. مطرح ما يسري يمري، ومطرح ما يأسس يبني. السلام عليك. العمى العمى ما أتفك. العمى شو الراس اليافي. أهلين أهلين محمود، شلونك حبيبي؟ منيح. شو قال لك الدكتور يا ترى؟ والله قال إن الوالد تعبان كتير. لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلنا تحت ألطافك يا رب. عمري محمود، بتسمح لي أحكي معك كلمتين على انفراد هون بهالمكان؟ لأني أنا يوم عن يوم عم أشعر حالي فرد من هالأسرة، ولازم لازم أقول كل شي بجول بذهني. تفضل. أنا يا محمود رح انصحك نصيحة أخ حقيقي لأخوه، يعني نصيحة العارف ببواطن الأمور الخبير بتصاريف الحياة ومفاجآتها. تفضل عم بسمعك. هذا أبوك يا محمود مثل ما لك شايف مصبح ممسي، والأعمار بيد الله وكلنا على هالطريق، بس المسكين صار على حفة قبره والشغلة باينة باينة محمود، ما بدها اثنين يحكوا فيها. بعيد الشر، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ هو بعيد الشر، نحن ما منقول إلا بعيد الشر.
بس الشر جاي من كل بد إذا ما سمعت كلامي يا عمري. طيب تفضل عم بسمعك، شغلت لي بالي. الله لا يشغل لك بال، بس أنت يا محمود لازم تطلب من أبوك اليوم قبل بكرة مشان يقسم الأرض بينك وبين أخوك حامد. ليش بقى؟ ما طول عمر الأرض إلا ما بنشتغل فيها مع بعضنا وسور بينا. هذا كان أيام زمان يا حبيبي، بس هلأ الظروف تغيرت، وبيني وبينك وعلى هوا ما لاحظت بمعلميتي وفرازتي، أخوك حامد طمع كتير وخايف بكرة يشغلك عنده مثل الأجير هيك لك وما يطلع لك من الجمل إدنه، وكل هالشي بحشيت إنه هو أكبر منك وبيمون عليك مثل أبوك ومن هل عليك المصدي. لذلك اسمع مني واطلب من أبوك يقسم الأرض بينك وبين أخوك على حياة عينه. أيوة بركي مرضي أخي. مين هذا الشي؟ أخوك طمعان ما مين هذا الشي؟ أخوك طمعان بالأرض كلها مبين المسالي. يا حبيب الروح مين؟ حامي؟ رب صدفة خير من ألف ميعاد. خير؟ شايفك بهالأراضي، شو عم تسوي هون؟ هلا هيك الأحباب بيستقبلوا الأحباب. شايفك من الأراضي، شو عم ساميها؟ شايفك من الأراضي. لك تسلم لي العقدة اللي بوشك ما أحلاها. والله 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 لو ما يكون الله خليني رجال لتجوزتك. خود 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 حميد حميد، خود مني هالهدية هالقداحة. حلوة ما هيك؟ حلوة بس أنا ما بدخن. بسيطة، شو هالشغلة؟ خذ هالباكيت حتى تصير تدخن. شكرا ما بدخن. هلا ما قلت لي شو عم تساوي هون؟ عم زور قبر جدي. جدي رحمون الله يرحمه. جدي طمني، شو أخبار الوالد؟ إن شاء الله تحسن. لا والله حالته تعبانة وكل ما لصحته لورا. شو الحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. والله والله لو لم أكن عصي الدمع لأزللت دمعا من خلائقه الكبر. على كل حال وينك؟ أنا إلي معك كلمتين على انفراد الله يرضى عليك. طول بالك، شو انفراد ما انفراد؟ احكي هون ما حدا سمعنا الله يرضى عليك. لا لازم الكلام يلي رح قلك يا لازم له خلوة. امشي لقلك امشي. لا لا ما لا, لا, لا شو خلوة ما خلوة؟ تعال، لأنه الكلام يلي رح قلك يا فيك تعتبره من أخ كبير مأهرام مخضرام لأخ صغير طري جناحاته نواعم مثل فرخ الحمام. الله يوفقك طويل بالك، عم بسمعك هون يا اخي. احكي. ارض ابوك لازم تنقسم بينك وبين اخوك، هذا هو الواقع المريح اللي شايفه بعيني. ما اختلفنا، بس الوالد لساته عايش الله يطول بعمره. وهذا هو بيت القصيد، الوالد بنفسه لازم يقسمها حتى ما حدا يزعل بعد ما مات وحسن الختام. بس الارض وحده ونحن من طول عمرنا عم نشتغل بالارض مع بعضنا يعني. صحيح ما بقلك لا، بس اذا توفى الوالد ما بتعرف شو رح يصير. فتح مخك يا حامد ولا تخلي عقلك جامد. هذا اخوك محمود ولد صغير طايش، بجوز يقول لك بيوم من الايام انا بدي بيع الارض، ما بدي اشتغل، انا بدي سافر، انا بدي. بيكتر النق وبيزداد السق. ليش بدكم تقسموا الارض يا ابني؟ يا بي هيك أرياح حتى يعرف كل واحد شو له. بس يا ابني انت من طول عمركم بتشتغلوا بالأرض والأرض وحدة وسور بيته. صحيح يا بي، بس إذا قسمنا الأرض بيكون أحسن، بيكون أفضل بكتير. ما بعرف، بس موت سوي اللي بدكم إياه. الله يطول بعمرك يا بعيد الشر عنا. بس يا بي إذا قسمتها على حياة عينك بيكون أفضل. وصدقني ما حد رح يخالفك ابدا. شو بتقول؟ احنا موافقين اي شيء. ان شاء الله بتقلي شجره تفاح انا ابدا. يا بي شو يا بي يا بي يا بي شو في يا بي؟ لا يا بي ما في شيء، بس كنا عم نحكي مشان اسمه الارض. ماشي راح اسم الارض. جيبوا لي الخريطه ليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا يعني. طلع لك يا حامد؟ طلع لي بستان التفاح وكرم اللوز والبير. وانت يا محمود؟ كرم العنب وكرم الزيتون وبستان الخضرة. مش الحال هيك؟ الله يخلينا اياك يا ابي. الله يطولنا بعمرك يا ابي. الله يطول بعمرك يا ابي. ابي بحياتكم ما خلف ما مات، ما خلف ما مات، ما خلف ما مات. اللهم اعني. اللهم عيني، اللهم عيني، اللهم عيني، يا ربي عيني، اللهم عيني. محمود؟ يا محمود؟ ايه ايه. علي حامد، تفضل اخي تفضل. بلا اخي بلا مخي، هن كلمتين ورد غطاهم بتسمعهم منيح. خير يا طير، شو الكلمتين بقى؟ الارض اللي قسمها الوالد بيناتنا، مو عاجبني منوب. والمعنى؟ المعنى بدنا نعيد ترسيم الحدود. اه. شلون يعني؟ يعني انت بتاخذ بستان التفاح وانا باخذ كرم الزيتون. هيك لكان؟ اي نعم هيك لكان. لا سيدي ما حذرت، ما حذرت بنوب. لا حذرت ونص، وهذا اللي بده يصير. لا سيدي ما راح يصير شيء وما راح يتغير شيء. ابوك لما قسم الارض بيناتنا انت رضيت وما اعترضت. مزبوط الحكي، ما اعترضت لانه كان الوالد عم يعطيك عمره. ايوه اكراما يعني. نعم سيدي اكراما. ايه مرحبا اكراما حبيبي، خلاص الارض اتقسمت وانت اخذت نصيبك وانا اخذت نصيبي. ايوه يعني ما راح ترسم الحدود ما هيك؟ لا سيدي ما راح ارسم شيء. طيب بسيطة يا خيي محمود بسيطة. لك شو عم تهددني بقلبيتي؟ شو صار لك انت؟ روح 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 على بيتك. روح لك روح روح خلاص. طيب يا خيي محمود خاطرك روح. طبعا ما رح يرضى لانه بستان الزيتون لحاله بيسوى الارض اللي اخذتها انت. مزبوط. لا وفوق هيك قلعني من بيته ورفع صوته علي. وبتقولوا سوار بينا بتقولوا. يا حيف على الأخ لما بيعمل بأخوه هيك. ولك الأخ، الأخ مأخوذة من كلمة أخ، إذا وجع واحد بيصرخ الثاني. على أي حال أنت ما لازم تتنازل عن حقك برسم الحدود منوب. مين قال لك رح أتنازل؟ فشر بنص عينه. بس هلا ماني عارفان شو بدي ساوي. لا تخاف يا حامد ولا تتوسواس، رقبته بإيدك. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. من وين بتشرب أرض أخوك؟ من البير. والبير بأرضه صح ولا لا؟ صح. يعني ملكك الشخصي. صحيح. مزبوط مزبوط. ها ها. أصبح شو بيصير فيه إذا قطعت المي عنه؟ رح يجيك مثل التوتو ويبوس إيدك ويترجاك. عص عليه بهالمسألة، عص وشوف النتيجة شلون راح تكون. ليش قاطع المي عن أرضي؟ المي ملكي وأنا حر فيها. لا سيدي مالك حر فيها، البير إلي ولك. البير بأرضي وأنا حر فيه. لك اسمعوا الحكي، شو بدك الخضرة عندي تموت؟ لك الشجر بيومين بيباس. اسمع محمود لا تطول تقصار، كلمتين لهم فايدة أحسن من عشرة ما لهم معنى. اسمع، تعطيني كرم الزيتون بتاخد مي بهالفترة، ولما باخد كرم الزيتون أبا لا تعطيني مي وأنا بدبر حالي. اسمعوا على الحكي، لك اسمعوا على الحكي، لك بالمنام ما بتشوفه لك كرم الزيتون ما بتشوفه، فهمان؟ لا سيدي مو صحيح هالحكي. ماشي. لك شو عم تعمل بعد هيك محمود؟ لك بعد هيك. مي مرفي يا اخوت يا غف ما في مي قلت. يلا انا اولاد يلا روح روح يلا روح روح. انت لسادك ناوي تضمن كرم الزيتون؟
اي طبعا، وناوي اشتري قبر جدي وكم متر حواليه كمان. هلا شو بدي بقبر جدك؟ خلينا بالكرم، لساتك ناوي تضمنه ولا لا؟ طبعا ناوي اضمنه، وانا مستعد اضمنه 10 سنين كمان. بس بس شو؟ يعني بصراحة مشكلة المي مشكلة. خلص لا تهكل هم، انا رح رجع المي المقطوعة. اوعك اوعك لا تتهور، اوعك ها. طب خلص هلا اتركني بلاقي لك طريقة وبرجع المي. انا برأيي ما لك غير حل واحد يا محمود. شو هو؟ لا تخليه يفوت على ارضه من الطريق يلي بمر بأرضك. شوفي ليش عم تقطع الطريق؟ والله هذا الطريق بمر من أرضي وأنا حر فيه. شو هالحكي؟ طول عمرنا بنمرق من هون، كيف يعني هذا؟ والله طول عمرك بتمرق وهلا ما عاد في مرأة، هي أرضي، فهمت بقى؟ عم تمزح محمود، لا تخليني أزعل منك ها، الله يخليك لا تطلع لي خلقي. فكها فكها يلا فكها. لا سيدي ما راح فكها، روح لاقي لك غير طريق مرق منه يلا. محمود عم بقول لك بدك تفكها غصب عنك. لا سيدي ماني فاكها، شو رأيك؟ محمود قسما العظمة بحسب الله ما خلقك ها. روح روح محمود. شباب لك ما عاد هيك بدك تفقع. لك ما عاد ايدك. الله لا يخليني يا محمود، اذا بخليك ليا وحدي انا وش الارض بسيطه. محمود هذا انت؟ اهلين غنوم. ليك والله ما قتلته يا سيدي، والله يا حامد يا حامد، هالكلام ما راح ينفعك، وهالإنكار هاد راح ينقلب ضدك ويزيد من عقوبتك. بس إذا اعترفت ممكن المحكمة تسعى لك بالتخفيف. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش بدي أعترف يا سيدي، مش بدي أعترف. اعترف بأنك قتلت أخوك محمود. ما قتلته، ما أنا قتل أخي. ما معقولة قتل أخي؟ معقولة؟ في 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 عالم بيصدقها. شوفوا لك، كل العالم سمعوك أنت عم تهدده وتقله الله لا يخليني إذا بخليك على وش الأرض، مزبوط ولا لا؟ مزبوط يا سيدي، بس هالحكي حكيته بلحظة غضب، كنت معصب لأنه أخي كان مسكر الطريق علي، يعني كلام ماله إيمان على الإطلاق. شوف يا حامد، الشبهات كلها عم تدور حواليك وأنا عم حاول ساعدك، بس على ما يبدو أنت ما بدك هالمساعدة. على كلين أنت حر، وهالعناد هاد ما راح يفيدك. شرف معنا. شرف، أنا بعدت لك مصاري وأكل، وصلوك يا ترى؟ وصلوني الله يكتر خيرك يا غنم. الله وكيلك، كل أهلي قاطعوني، كل هاتون مفكريني إنه أنا اللي قتلت أخي. أنت أنت ما بتقدر تشد جناح دبانة ميتة يا لطيف على ظلم الناس. كم سنة حكموك؟ 7 سنين بس. قصدي بس هذا ظلم. ظلم ظلم كبير يا غنو. يلا حبيبي، بدك شي مني قبل ما أمشي؟ لا لا الله يخليك، لا تمشي، خليك متونس فيك الله يخليك. ما بقدر ما بقدر حامد، بدي روح اشتغل بالأرض. أرض؟ إيه الأرض، لأني تركت السفر والشنطة وحاطت جهدي بهالأرض بقى. أنو أرض؟ ليش ما قلت لك؟ شو بدك تقلي؟ أنا اشتريت أرض أخوك الله يرحمه، مشان قبر جدي رحموني ضل ملكي. شو هالحكي؟ أنت كذاب، انت ما اشتريت شيء، مستحيل اخي يعمل هيك عمله. وليش لحتى ما يعملها؟ لانه هي بالنهايه ارضنا، ارض العيله. كانت ارضكم بس هلا صارت ارضي، لانه فيها قبر جدي وعطوني اياها رسمي. بتحب ورجيك سند التمليك يلي عليه 50 توقيع؟ بالمناسبه اذا جاي على بالك تبيع شيء من ارضك حتى تنفرج بحقها، غنوا من نعوم جاهز ومن مجاميعه. شو رأيك؟ تصطفل، انت حر، بس اعمل حسابك انه بدي طالب بترسيم الحدود بيني وبينك ها، وتوسيع ارضي، بدي وسعها، بدي ضم البير الها. ولهالسبب راح اعمل تصحيح اوصاف وراح اطالب بالبير يلي على الحدود المشتركة بين ارضي وارضك، وبدي ضمه لارضي باذن الواحد احد ابو خيمة زرقاء. اخ يا غنم الحقير، انا فرجيك بس اطلع من هون لحرجع ارض اخي غصب عنك. طول بالك يا سيدي، اذا طلعت ولقيت ارضك بيكون منيح كتير. شوفوا زهور العوافي شلون بيحكي.